بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أخذ ذا ملك استعاد نجلا سعتان إيه وقت كاستعاد نلا سعتان ومركلة يا معالي سليمان حسن ديري يا عشرة ديني إنجليش أونلاين كأعجارهم قيب تاني أي نكبرني آيل تسك سيدا وحلو ديني يا جوابها عاد بحين كرتو أو أي نكسمين سامبل كويشنز سؤالها لو يدينكر يا جوابها عاد مركز بحين كرتو أيو كورس كم كوساب سنة أنت بدن كورس كم وحوي إذن كجيجي ما ده كلية دل بروفيشنال كوليج كطالع مجال ده هرجيسة أنت بدن كورس كم حايدين سو جدي أنا جو أحمد علي سليمان حسن ديري إن شاء الله إن هذا أون سبيكين أيين كجرنا وينو ودي دارنا ريدينج كي رايتينج كي يليزنين أنت با إن شاء الله هدو إلهي رادو لما هو حلو جيسيني أرديد جعل برشاد اللغة ده إنجليش كا إن كلية دل بروفيشنال كوليج قيبته ده أونلاين كا أي قاعدة نيسابيشن كورسات عصب أو إنجليشي أو سجوجرة بلو لحد حد يلا ماستر كورسات وحد كو بران كرتا لبا حب أما معلن كو وحو كلا وداجي دونا فيديو يديسا أما معلن كسي توسا أياد زوم كلا كل من كرتا أو أتوس ليس دي وقا قادن كرتا سيجار وحن وغيسيني أردي كستا أو بلو وحن سينينا كورس أفر بلو تسعوني فريئة أو أن أغادي سينا أس أسكا كليا أردي وحو اسكو ديوان جلين دونا شانية طوان دولار هدبا كسو دو هدي أدج عشاهاي إن أدنا لسو حريرتو نمبر هذا شاشة دا كاقا مقضى لسو حرير وحاكا قبان دونا حفيس هيا أما أنيقا أو أحمى عني سليمان حسن ديرية أوكي الانجليش كورس كورس كان وميد نو سعودو ها IELTS for migration dadka raba inay u safraan wadamada luqada ingiriisiga looga hadlo ayaynu kooraskan su'aalaha la weydiin karo iyo jawaabaha ay bixin karaan aynu ku muujineynay waxaan marayna A1 speaking lesson kanina waa 22 waa darsigi 22aad 22 okay maanta waxaan ka hadlaynaa technology-da ayaa wax laga weydiin karaa technology oo ah technology-da waxa jira marka sample question su'aalaha sample سؤال لو ويدين كروت هدو تي جوابك بعن كرت. سامبل كان مركا وامتحان كان والله جلي ولا ويدين سؤالهم سؤاله لو لو ويدين لها يا الأروية جوابه أب بحن لهيد نوال لو يسميه. أوكي مركا سامبل كويشنز ده بدل إن جواب أي نصين دارنا سقفك مركا ووقف إذا استلوقت هان يهدي هدو لو ويدية با إنه كجواب. Good. Question answer. Question ككواد حليه. How often do you use a computer? How often do you use a computer? Sidebaad inta badan u isticmaashaa computerka? How often do you use a computer? Sidebaad inta badan computerka u isticmaashaa? And for what purpose? Ujeedadeedna u isticmaashaa? And for what purpose? Ujeedadeedna u isticmaashaa? Marka su'aashan waa lagu weydiinayaa oo hore dad loo weydiyay waxa lagu leeyahay how often do you use a computer? سيدهباد انت بدن استعمالش كمبيوتر كا and for what purpose وجددنا وامح I use one استعمالا the computer كمبيوتر كا every day مالين والبا I use one استعمالا the computer كمبيوتر كا every day مالين والبا mostly انت بدن وحن كو استعمالا for my work شقة ذيذا mostly انت بدن for my work شقة ذيذا أيام كو استعمالا My job شقديدو involves وحي كله جلاده involves وحي كله جلاده a lot وحبذا of word processing برنامج كله يقال word processing word processing وحلاق كلها برنامج شدنا وحلاقو دابعه سيدا word كا word bar كا note bar كا برنامج شدنا سلوقو تلاقي له إن وحلاقو قرأ أيال له هذا word processing مركا وحو يري my job شقديدو involves وحي كله لهذاي a lot وحبذا for word processing برنامج شدنا لايس كله word processing have you ever taken ولي جام قاعدتي have you ever taken ولي جام قاعدتي a course to improve a course وق قاعديسه your computer skills حرف هذا حاجة computer have you ever taken ولي جام قاعدتي a course مقاعدتي to improve أذكر أقوق هذا يسوع your computer skills حرف هذا حاجة computer كان يبها إرجعس يب مرنا why you be why مرنا why you be why يبها I've taken وحن قاتي I have مركز صوت قابني وحلاقة دقة I've taken وحن قاتي computer application استعمال ك computer ك
and hardware courses. Your course hardware. Halkaas u fiirso. Yabha, I have taken waxaan qaatay computer application. Sida loo isticmaalo computerka and hardware courses. Your course hardware. Marka waxaan qaatay waa isticmaalka computerka iyo dayactirka computerka course ah ayaan qaatay. Marka computer application waa barnaamijyada isticmaalka computerka sida Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint iyo Publisherka. Hardware kuna waa dayactirki iyo qalabki sidii loo cilad bixin lahaa. Bal qaybta kale ee casharka aynu gudubno. Okay. Do you enjoy miyaad ku raaxaysataa using isticmaalka la isticmaalo internetka? Do you enjoy miyaad ku raaxaysataa using isticmaalista internetka isticmaalkiisa miyaad ku raaxaysataa? I find it waxaan ka helaa exciting farxad using isticmaalka the internetka because maxaa yeelay you can find out waxaad ka raadsan kartaa almost anything wax walba waxaad uga dhex raadsan kartaa online si online ah. I find it waxaan ka helaa exciting farxad using isticmaalka the internetka because maxaa yeelay you can find out waxaad ka baaran kartaa almost anything wax walba online si online ah. What sort is noocyade of things oo waxyaaba ah do you buy ayaad kaga iibsataa online ahaan? What sort is of things waxyaaba noocee ah do you buy ayaad ku iibsataa online si online ah? The items waxyaabaha I buy and iibsado most often inta badan online aan ku iibsado are books waa buugaagta. The items waxyaabaha I buy most often aan inta badan iibsado online si online ah are books waa buugaagti. Anyway si kastaba ha ahaatee the technology is very important aad bay muhiim ugu tahay for a human bini'aadamka. Technology-yadu is very important aad bay muhiim ugu tahay for a human bini'aadamka aad ayay he muhiim ugu tahay. Waxaan filayaa darsigaas in la fahmay. Technology-yadana waxba laga weydiin karaa ma isticmaashaa technology-yada ha qaybaheedka isticmaashaa computer-kan ka isticmaalaa iPad-kan ka isticmaalaa mobile-kan ka isticmaalaa xageebaad booqataa internet-kan booqataa web page-yadeed isticmaashaa page-ka sidaas oo kalaan isticmaalaa waa su'aalaha lagu weydiin karo marka laga qaadayo imtixaankan IELTS-ka for immigration-ka. Dhamaan waxaan si gaar ah u ogeysiinaynaa arday walba oo luqadda bilow ka ah inuu ingiliishka ku baran karo muddo 4 bilood ah si free ah. Kaliya waxaad isku diiwaan gelin doontaa $15 waxaana lagu tusin doonaa inaad awood u yeelato inaad akhrin karto, ku hadli karto, qori karto, ku dhawaaqi karto iyo grammar-ka base-kiisa lagu soo xiro. Haddaba ka faa'iideyso qiimo dhimista lagu sameeyay bisha Ramadaan. $15 isku diiwaan geli inta lagu jiro bisha Ramadaan muddo 4 biloodna aynu ku barno qaybaha hoose ee luqadda Ingiriiska waana qaybo loogu talagalay dadka waaweyn waxaana la yiraahdaa A0. Waa macalin Salaaban Xasan Diiriye oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono. Salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.